السيد الفاضل. الله فيك صحتك. الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك. عايشك عايشك انا بارك الله فيك. عايشك يعطيك الصحه. تحملت المسؤوليه في ظرف دقيق من تاريخ تونس وتحملتها بكل امانه وبكل اخلاص. سيد الرئيس انت انا نحب نشكرك على خاطر انت سيادتك عطيتني الفرصه باش وساهمت في صنع تاريخ تونس. يعطيك الصحه. ولينا صحابنا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. وعندنا تحديات لابد من رفعها. تحديات كثيرة وسنواصل ولن نخيب أمال شعبنا على الإطلاق. أمين. أمين يا رب العالمين. أمين. بارك الله فيك. عزيز الثقة سيد الرئيس. صح. الدولة تستمر والمؤسسات كلها تستمر. المسؤولية اليوم مسؤولية نتحملها جميعا من أي موقع. والعمل كان مضني في كثير من الأوقات. وأتذكر الجهد الكبير الذي بذلتيه. كان بذلا وعطاء. والواجب هو أن أوجه لك الشكر الجزيل. شكرا جزيلا. ثم نتمنى لك النجاح في هذه المسؤولية اليوم في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ تونس. بطبيعة الحال هناك الجانب المتصل بالوظيفة التنفيذية. الوظيفة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة. ولابد أن يكون هناك تناغم وتكامل في العمل. وهذا هو الهام، الانسجام بين كل مؤسسات الدولة. هذا ما نص عليه الدستور وهذا ما يجب أن يتم العمل به. ثم هناك مسألة تتعلق بالتحديات اليوم التي نواجهها. تحديات كبيرة رفعنا بعضها ولكن ما زال أمامنا الطريق. ما زالت هذه الطريق طويلة ولن نتردد في العمل من أجل الاستجابة لإرادة شعبنا. ومن بين أهم التحديات مواجهة الإرهاب ولكن أيضا مواجهة نوعا آخر من الإرهاب الذي تسعى إليه هذه الكارتلات المتخفية لتجويع الشعب. ولا مجال للتسامح مع هؤلاء أبدا. لا بد من محاسبتهم. الشعب من حقه أن يعيش. ومن يتلاعب بقوة الشعب وبالأمن الأهلية داخل تونس سيدفع ثمن باهظ بناء على القانون في ظل محاكمة عادلة. ولكن لن نترك أحدا يتلاعب بقوت التونسيين وبمعاشهم. هذا الجانب المتصل بالسلم الآلي وما نراه اليوم وما يعيشه المواطنون في كل مكان تقريبا هو محاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية من ترتيب هذه اللوبيات التي تتخفى وراء الستار. لابد من مواجهتها. الأمر يتعلق بضرورة محاسبة هؤلاء وعدم تركهم يرتعون كما يشاءون. وبعد ذلك يتهمون الدولة بأنها تضيق على الحريات. ففي أي دولة يعيشون هم تحت حماية الأمن ويتحدثون كل يوم في الصحافة في الوسائل السمعية والبصرية التي تقف وراء هذه الكارتلات. وثم أقولها لكل التونسيين، الدولة لا تدار بصفحات الفيسبوك. هذه الصفحات المأجورة والتي تعمل من الخارج وتحاول إرباكنا. ولكن ليتأكدوا أنهم لا يستطيعون إرباكنا أبدا.
سنواصل إن شاء الله تطهير البلاد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق كل مساءلة أو حساب. هذا الجانب الهام. ثم أن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعي، هذا الواجب الدولة أن تقوم بدورها الاجتماعي، لأن الدولة ليست الدولة فقط التي تحرس الأمن، ولكن الدولة التي تقوم بدورها الاجتماعي. ولسنا مستعدين على الإطلاق لأن نتخلى عن هذا الدور. واليوم أيضا دعوة إلى كل من يتحمل مسؤولية داخل الإدارة أن يتحملها بكل صدق وبكل أمانة، لأنه موجود في المكان الذي هو فيه لخدمة التونسيين والتونسيات، لا لتعطيل العمل الحكومي في كثير من الأحيان. عليهم أن يتحملوا المسؤولية. وهناك مشروع أيضا لمراجعة التعيينات التي تمت في السنوات العشرة التي تمت بناء على الولاءات وبشهادات مدلسة إلى آخر ذلك وبالآلاف. فلا بد من تطهير الإدارة، لأنه لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوش، لا يمكن. وعليهم يعني في المدة الأخيرة كل شيء جاهز في ملف من الملفات، ولكن الإمضاء لا، لتعطيل المشاريع، لأنهم يرتبطون بهذه الكرتلات وبهذه اللوبيات. فعليهم أن يتحملوا المسؤولية، ومن لا يشعر بالمسؤولية في هذا الظرف بالذات من خاصة، ودائما يجب أن يشعر بالمسؤولية ويتحملها، عليه أن يترك مكانه لمن يشعر بالمسؤولية ويتحمل أوزارها. يتعللون في كثير من الأحيان بالفصل 96، ممكن الفصل 96 هذا مراجعته، إذا لم يتوفر الركن القصدي يعني ليس هناك أي ملاحقة جزائية، ولكن يتعللون فقط لتعطيل العمل الحكومي. عليهم أيضا أن يتحملوا المسؤولية. وأعرف الجهد الكبير الذي قامت به السيدة رئيسة الحكومة، وشرف لتونس لأن تكون لأول مرة في البلاد العربية امرأة على رأس الحكومة، ولا بد من شكرها مرة أخرى. ثم على التونسيين جميعا أن يعلموا أن العمل هو الذي يخلق الثروة، لا بد من العمل، ولا بد من العمل أكثر، لأن لدينا من الإمكانيات ومن الثروات الكثير، ولكن لا بد من العمل. وهذا التواكل وهذه الوقفات الاحتجاجية القطاعية لن تؤدي إلى شيء. في الواقع بدأت بعد 14 من جانفي، كان الشعب ينادي بإسقاط الحكومة، ثم في القصبة 2 ينادي بإسقاط النظام. والاحتواء هذا المد الثوري تم مقاربة القضايا، مقاربة قطايا. شعب يريد يقول يريد اسقاط النظام، نعطيك 40 دينار، هو يقول لك نريد اسقاط النظام، هو تقول له زيدوا في القطاع هذا 40 دينار والاخر باش زيدوا المنحه والاخر. ولات قضايا قطاعيه وقضايا جهويه. لا، اليوم القضيه هي قضيه وطن، لأنه مش بتحل المشاكل هذه زيدني المنحة والآخر زيدني 10 دينارات والآخر ومفاوضات ومحاضر جلسات
وكان الدورة باش تدار بمحاضر جلساتي ولا بالفيسبوك، تدار بالقوانين وبالنصوص القانونية. تم احتواء ردوا المطالب قطعي، وقالوا الشعب يريد اسقاط النظام، والاخر قالوا هاتوا نعطيك 40 دينار. وللاسف تم احتواء المد الثوري داخل المنظومة، ولا بد من ان تزول هذه المنظومة. القضية ليست قضية نظام، ولكن ايضا قضية منظومة كاملة، لو ريجيم لو سيستيم. لابد من تفكيك منظومة الفساد، ولابد من محاسبة المفسدين مع ضمان الحقوق والحريات. والحقوق محفوظة في عديد الدول الأخرى، الأقل من تونس. قدام مسرح ولو 15 واحد، ماذا بيه يرجعوا لاعتصام المصير؟ ما كانوا زاد كيف رقص على في 2013 الفي طول جاول، ولو لأنهم متحالفين موضوعيا. كانت مسرحية كبرى يظهرون أنهم مختلفون، وأنهم تناقضات واعتصام المصير والآخر إرهابي والآخر قتال أرواح، وتولوا مع بعضهم. مرة كانت تمثيلية سيئة الإخراج، والشعب التونسي يعلم جيدا حقيقة المواقف. فنطلب من التونسيين العمل. العمل هو الذي يخلق الثروة، هو الذي يمكن أن يخرج ببلادنا من هذه الأوضاع. لدينا من القدرات الكثير، ومن الوطنيين الكثير، ومن الوطنيات، ولكن لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي وقفة احتجاجية لمنحة نوقف المستشفى ونوقف المدرسة ولا لا. لابد من مقاربة الوضع، مقاربة وطنية، لأننا في حرب تحرير للوطن من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراته على مدى عقود وعقود. وحتى الإعلام يعني ليس بريء، حتى الإعلام اللي مفترض يكون في مستوى المرحلة في بعض الأحيان، ولا البرامج اللي تبث ما أنا يا حسرة كنا خير، يعني كنا خير علاش الخراب هذا؟ هاك يوريونا بالأبيض والأسود، كنا لباس علينا وخيارات ربي، هاي لباس علينا، الدنيا خاربة، السبيطارات ما ثماش، المدارس الوضع اللي هي فيه. بالنسبة للتعليم رو مش ممكن ننهض بالمجتمع التونسي إلا بالتعليم، بالتعليم الوطني. بطبيعة الحال رأينا كيف للأسف، الحمد لله هناك تلامذة نجباء اليوم أقرأ في الصحافة 10 في نجحوا في التوانسة من جملة 60 في مناظرة البوليتكنيك بباريس. الحمد لله. وتونس من هنا مليبست، أي مليبست، معنا تونس عندها إمكانيات وثروتنا كبيرة، وثروتنا البشرية هي الأساس. فلابد من العمل، ولابد اليوم أننا نخرط جميعا في هذه الحرب لتحرير الوطن. وثم أيضا سيادتنا في الداخل للشعب، وسيادة الدولة أيضا في الخارج لابد من احترامها، وكفى تدخلا في شؤوننا الداخلية، لأننا لسنا تحت الاستعمار أو تحت الوصاية أو الانتداب. قرارنا هو قرار الشعب التونسي، وليس قرار القناصل كما كان الوقت في وقت من الأوقات. يعني قرار الشعب التونسي. أيضا على القضاء أن يقوم بدوره اليوم، لا نتدخل في القضاء. بعض الإيقافات لا أعرف، أقرأ في الصحف وأنه تم إيقاف شخص، لا أتدخل أصلا ولا أعلم حتى بعض الأسماء بعض الموقفين. هذا القضاء علي أن يلعب دوره، ومن في، لأنه بدون عدالة لا يمكن أيضا أن يستقيم أي وضع. بدون قضاء مستقل
وبدون قضاة مستقلين لا يمكن أن نواصل. عليهم أن يتحملوا المسؤولية، إن شاء الله تصدر الحركة قريبا، ولكن عليهم أن يتحملوا المسؤولية. عار على هناك قضاة شرفاء في تونس، ولكن ما استمعتم إليها السيارة وتم حجز أموال بالعملة الصعبة، هذا جزء، ولكن لا يشرف القضاء ولا يشرف القضاة الشرفاء. فاليوم نخوض حرب تحرير، وعلى الجميع أن ينخرط في هذا، ولا يمكن مرة أخرى أن نقارب الأوضاع مقاربات قطاعية أو جهوية. وحتى المجلس الثاني هذا إن شاء الله اللي يتم انتخابه، الكثيرون أما أنهم لم يفهموا أو أنهم غير قادرين على الفهم أصلا، هو الهدف هو أنه من هو مهمش يصبح في بارده ليشارك في صنع القرار. يعني الانتخابات متاع المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، هو أنه اللي في سيدي بوزيد ولا في القصرين ولا في قفصة يولي عنده شكون يمثله، ما عادش بي يعطي الخزناش يعطي 1000 دينار ولا باشحان باز قص ورس، وهذاك العقلية بتاع اليوم. دخلنا مرحلة جديدة، المرحلة الجديدة تقتضي وأنه الناس اللي تم إغفالهم خارجين من صنعوا التاريخ ولكن خرجوهم الجغرافيا، يولي يصنعوهم أيضا التاريخ الجديد بناء على مطالبهم، هذا تمكينهم من أن يكونوا من صناع القارة، ولكن تحت رقابة كما هو شأن بالنسبة لأعضاء المجلس النيابي، تحت رقابة الناخبين والناخبات، وثم الناخبين والناخبات يعني لا يترشح لأحد إلا إذا كان مزكى من قبل عدد من الناخبين والناخبات. القضية ليست قضية مقاربة تقليدية، المرأة ليست مسحوق للتجميل، مرأة مواطنة كملت الحقوق، ولا يتم قبول الترشح إلا بعد تزكيته من قبل مناصفة من قبل الناخبين والناخبات. فهذا يمكن من الاندماج، لأن المهمة الأساسية الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج. فالعمل سيكون من أجل هذا، حتى يكون الاندماج كامل، لا التفرقة هذا ولا نعطيه التمييز الإيجابي ولا مش تمييز. اليوم هو يصنع القرار ويشارك في صنع القرار، وهذا هو المهم بالنسبة للمجلس الثاني، وإن شاء الله تتم الانتخابات في الخريف القادم في أكتوبر أو نوفمبر، وتم أعداد النصوص والحمد لله، حتى يكون الذي قام بالثورة بالانفجار الثوري ليواصل ثورته في إطار الشرعية. هذا هو لما الكثيرين ما يفهموش، بناء قاعدة وبناء قاعدة وبناء مرة من القاعدة حتى يكون في السلطة في باردو يصنع القرار، خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. هذا الأهم. مرة أخرى أتوجه إليك بالشكر الجزيل على الجهد الكبير، وكانت ساعات طويلة مذنة تواصلت في بعض الأحيان لستة 36 ساعة عمل بدون انقطاع، ولكن العملية تقتضي اليوم نواصل معا من أي موقع كان، والواجب يقتضي الاعتراف لك بدورك الذي قمت به في تونس، وشرفت تونس في كثير من المحافل الدولية. تبقى المسائل الاقتصادية والاجتماعية ومقاربتها، و المقاربة الاقتصادية والاجتماعية هي الهامة في تونس اليوم. أطلب من التونسيين مرة أخرى العمل من أجل الوطن،
من أجل تونس، من أجل رفع راية تونس في الداخل وفي الخارج. ونبذ هذه المسائل المختلفة في الواقع التي يتم اختلاقها. لا يمكن أن نبني تونس بمطالب قطاعية، كل يوم وقفة احتجاجية والآخر زيد عشر، لا، ما لازم تزيد، أخلق ثروة، أعمل أعمل أعمل، وبذلك يمكن أن ننجح. ولا يجب أن نعول إلا على أنفسنا حتى نبقى مستقلين ولا نبقى رهن جهة تشترط علينا شروطا تمس بالسلم الأهلي. لا نقبل بالمساس بالسلم الأهلية، وسنعمل إن شاء الله مع الشعب التونسي الذي أدعوه مرة أخرى لأن يكون في مستوى هذه اللحظة. ماذا حصل في 2011؟ من قام بالانفجار الثوري الذي هز العالم جاء إلى القصبة، يعني كالمسبر الفضائي أو المكوك الفضائي، تركوه وقالوا له سنتولى أمرك. المحركات متاع المكوك الفضائي تم التخلص منها، كالمكوك الفضائي وقعد المسبر الصغير قال أعطونا تولوا أمرك. تم احتواء المد الثوري داخل المنظومة. اليوم نحن في حاجة إلى منظومة جديدة، لا إلى نظام سياسي جديد، وقد تم والحمد لله بإرادة الشعب عن طريق الاستشارة الوطنية وعن طريق الحوار الذي تمت الدعوة إليه وعن طريق الاستفتاء الذي تم تنظيمه، والشعب قال كلمته الفصل. سنواصل إن شاء الله على بنفس الإرادة وبنفس العزيمة، و سنبني تونس جديدة. تونس ليست كلمة هينة، وسنواصل. وتحيا تونس، يحيا الوطن. رئيس الحكومة عايش في باقة، ولكن بقى إن شاء الله قادم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ونديم تقعد معك إن شاء الله. عايش مرة أخرى ديما لا وديما مكانك روح. نعم مكانك كبير برشا. يعطيك الصحة اللي يعطيك الصحة. وما زالت إن شاء الله قدامنا العمل إن شاء الله. السيد رئيس الحكومة ربي يوفقنا أجمعين ونكون في موعد مع التاريخ كي نصنع تاريخ جديد والذي بدأنا فيه إن شاء الله. إن شاء الله أنا متيقن إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة. الله فيك لك الثقة. عايش 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 قد مع السيد رئيس الحكومة والشوفة مع الملفات ونبعد إن شاء الله تقام إن شاء الله. عايش 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 بارك الله فيك. عايش عايش.